تفقد العميد عبد العزيز عوض الجابري نائب مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت سير العمل بإدارة مرور المحافظة. وفي الزيارة التي استقبله فيها مدير شرطة السير العقيد معمر المشجري ونائب مدير مرور المحافظة المقدم صلاح بن دويس وعدد من الضباط، حيث اطلع على سير العمل في عدد من الأقسام والحجز بالإدارة، مستمعا من المعنيين إلى شرح حول سير العمل والإجراءات المتخذة في استخراج وتجديد رخص القيادة وغيرها من الوثائق المطلوبة.